فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكر الفقهاء رحمهم الله أن يكون ما يستجمر به مباحا، فما المقصود بذلك؟ نعم، مباح يعني ليس لأحد، ليس مملوكا لأحد. المباح هو الذي ليس مملوكا لأحد، وإنما لكل أحد أن ينتفع به. نعم. فضيلة ويخرج بذلك أيضا ما نهى الرسول عنه كالعظم والروث، هذا غير مباح. نعم.